السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، أنتم الآن مقر ديال كلوب إسطنبول سيرينوفيل دي ميدجي، تأسس 1959. مع لا بيريود ديال كوفيد، فقبل ما تدخل ضروري انك دير هذا المعقم. هذا هو اللوغو ديال الكلوب، هذا هو المقر ديالهم فين كيجتمعوا كل يوم احد، مجهز بالكاميرات بالضبط بواحد الطريقة مثالية. هادو لي كاج اللي ممكن انهم يوضعو فيها الطيور ديالهم، تبع الاقفاص اللي كانت مهداة ليهم من طرف بعض الجمعيات، اقفاص ذات صنع محلي. هنا كما كتشوفو هادو هو البوكس ديال الجوجمون اللي دوزت فيه تحكي. دوزنا اليوم السبت ستام والانديفيديوال ستام والسيري، غدا ان شاء الله صباحا غادي نكملو نكمل الانديفيديوال ان شاء الله. انا راه جمعت دابا حوايج، انا غادي نطلع للوطيل دابا، غدا ان شاء الله نكملو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، أنتم الآن مقر ديال كلوب إسطنبول سيرينوفيل دي ميدجي، تأسس 1959. مع لا بيريود ديال كوفيد، فقبل ما تدخل ضروري انك دير هذا المعقم. هذا هو اللوغو ديال الكلوب، هذا هو المقر ديالهم فين كيجتمعوا كل يوم احد، مجهز بالكاميرات بالضبط بواحد الطريقة مثالية. هادو لي كاج اللي ممكن انهم يوضعو فيها الطيور ديالهم، تبع الاقفاص اللي كانت مهداة ليهم من طرف بعض الجمعيات، اقفاص ذات صنع محلي. هنا كما كتشوفو هادو هو البوكس ديال الجوجمون اللي دوزت فيه تحكي. دوزنا اليوم السبت ستام والانديفيديوال ستام والسيري، غدا ان شاء الله صباحا غادي نكمل الانديفيديوال ان شاء الله. انا راه جمعت دابا حوايج، انا غادي نطلع للوطيل دابا، غدا ان شاء الله نكملو.